طبعا فريق مانشستر يونايتد الذي ياسين الادوار الاقصائيه تبدا في هذه بطوله الدوري الاوروبي ولقاء زهات مختلفه تماما حيث جدا جدا في منطقه الجزاء من كوكي 3-0 ثم هو خسر 2-1 في ملعبه الانطلاقه اماميه ثاني من جديد ناحيه اليمين سيطره ميدانيه استحواذ كامل ويعني ميشيل ضغط وجاميرو او جريزمان جول يا راجل يا مرة تانية بيهدر فرصة سهلة جدا بالاستعراض ولكن ثاني جريزمان ينطلق يخترق يلعب الكرة العرضية ولكن روبن اولسن يتألق يتجمل في هذه اللقطة هو انطوان جريزمان لا 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 المال مجموعات هذا الموسم في دوري ابطال اوروبا كرة عرضية خطيرة جول لا 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 كم أنت غريبة وعجيبة أيتها المستديرة كم أنت غريبة وعجيبة ومريرة أيتها المستديرة على الروكي بلانكوس في هذه المباراة كوبنهاجن فريق لم يحضر للقاء كوبنهاجن فريق لم يدخل في أجواء المباراة وفي ربع ساعة وفي أول كورة تصل إلى مويا أتليتيكو مدريد محاولات أمامية للعودة للمباراة وجول جول 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 أخيرا تبتسم المستديرة للروكي بلانكوس ويسجل هدف التعادل المستحق بضربة رأس دييغو سيميوني بيقول لهم خلاص كده نفوق خلاص كده نعود للمباراة هدف مستحق تماما صعب المقارنة جدا بين الاثنين ولكن الانطلاقات والانتفاضات وفرص بتضيع يا سلام يا سلام فيشر مرة تانية صاحب الهدف يعني بيسجل خطورة على مرمى فريق أتلتيكو مدريد بطولة طبعا مرتين 2011 و2012 و2009 و2010 كرة 14 من بين الثنائي الكبير إنجاز كبير مفيش كلام ضربة حرة مباشرة أنطوان جريزمان يصوب ولا ضربة ركنية إلى ضربة ركنية قدر يا سلام يا جريزمان يا سلام الغزال جريزمان جول جاميرو جريزمان لوكاس يا سلام على ثلاثية ثلاث تمريرات حريرية في منطقة الجزاء هدف على طريقة الكبار وبلغة الكبار الروكي بلانكوس يتألقون يتجملون كالعادة دائما يبدعون سيميوني وأبنائه متألقون متلألئون في هذه البطولة بالطبع أكيد عارف دائما بالخطورة تحضير في نص الملعب خلاص الوقت ليس هناك وقت بديل حكم اللقاء كوليباكوف يعلن عن نهاية شوط المباراة الأول مشاهدينا بالتقدم أداء ونتيجة لضيف المباراة الروكي بلانكوس بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الأعزاء أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرة أخرى نعود معكم ومع بداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء الذي يجمع فريق اف سي كوبنهاجن الفريق الدنماركي مع فريق أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الأوروبا ليج شوط أول طبعا جودين وخيمينيز ولوكاس في نص الملعب أنخيل كوريا ده طبعا تصويب من أهل كوريا لسه بقول عليه أنخيل كوريا والراجل بيلف بجسمه وتصويبه قوية توماس بارتي وتعتمد على هذا الكلام غياب النجم دائما أنطوان جريزمان وتمريرة طويلة لكن روبن أولسن جاميرو يتقدم العملاق روخي بلانكوس بهدفين وقريب من غزال في أدائه تاني جاميرو تصويبه لكن فوق العارضة بعيدة إلى ضربة مرمى تصويبه من كيفن جاميرو الثنائي الفرنسي على فكرة أول مرة يلعب مع الفريق في بطولة الأوروبا ليج يمرر تمريرة أمامية طويلة في العمق لفالك فالك بيلعب الكرة العرضية والجماهير مع كل كرة مسمى لهذا الفريق 1992 بهذا المسمى اف سي كوبنهاجن فاز طبعا بالدوري 11 مرة في الفترة كراسكو متميز جدا وتصويبه ولكن إلى ضربة مرمى تصويبه والكرة برة إلى ضربة مرمى من كراسكو لسه بتكلم عليه البدلاء دكة بدلاء قوية عنده طبعا توريس على دكة البدلاء الأوروبا ليج التي يأمل في تحقيق لقب ضربة حرة مباشرة طوان جريزمان على التنفيذ وبجواره خورخي كوكي ضربة حرة مباشرة لإحراز الهدف الثالث الدقيقة 68 الوقت بيمر وانطلاقة تتمرر تصويبة يا ولد على الجول توقع أبدا هذا المستوى توقعنا مباراة كبيرة جريزمان جول أنطوان جريزمان يا ولد لازم يوقع على أي هدف لأنه هو نجم المباراة وهو نجم النجوم دائما يتواجد في المباريات الكبرى أنطوان جريزمان يسجل تاسع أهدافه هذا الموسم مع الفريق فريق أتلتيكو مدريد يضع الهدف الثالث في المباراة ليصعب المهمة تماما على